ويمكن كلنا امل انه الماتش اللي جاي الاهلي والزمالك يصالح جماهير الكوره المصريه ويفتح نفسهم كده على الكوره، ويبقى الاهلي والزمالك لما بيكون في ماتش اهلي وزمالك الموضوع بيبقى مختلف. كوره في مصر اهلي وزمالك، ويمكن الاهلي والزمالك مش ماتش مصري بس، العالم العربي كله بيتابع الاهلي والزمالك، من اهم 10 دربيات في العالم. فعندنا بعد بكره يعني ماتش مهم بين الاهلي والزمالك في الدوري، دي قمه رقم 124 بين الاهلي والزمالك، وكل جماهير الكوره المصريه والعربيه مستنيه يوم الاحد اللي جاي علشان تستمتع بمباراه قمه بين النادي الاهلي والزمالك. والفريقين دخلوا معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراه اللي يعني ممكن بشكل كبير تحسم المنافسه على لقب الدوري. خلونا نعرف تفاصيل اكتر مع حضراتكم عن استعدادات الاهلي والزمالك للمباراه القادمه. معانا على التليفون الناقد الرياضي احمد الهواري. مساء الخير عليك يا احمد، ولو تقول لنا اخر الاستعدادات في معسكر الفريقين، ويمكن عندنا غيابات هنا وغيابات هنا وتغيير في المدير الفني للنادي الاهلي، ازاي ده هيأثر على الفريقين؟ استاذ هدير برحب بحضرتك، تحياتي ليكي وتحياتي لكل المشاهدين في كل مكان. اهلا بك يا احمد. اهلا بحضرتك. زي ما اكيد ما حضرتك ذكرت كده، الغيابات بتضرب الناديين تحديدا كمان نادي الزمالك. خلينا نبدا بالاهلي بما انه صاحب الارض والملعب، يعني النادي الاهلي انتظم في معسكره بالامس وتدرب اليوم على ملعبه بمقر النادي في الجزيره، بكره كمان هيكون التدريب الاخير للنادي الاهلي على ملعبه بالتتش. في المقابل الزمالك برضه فضل ان هو يدخل المعسكر بكره، الاهلي بدا معسكره مبكرا النهارده، نادي الزمالك فضل ان هو يكون المعسكر زي اي مباراه قبل المباراه ب 24 ساعه فقط. خلينا نطمن كده الجمهورين على الفريق، الاهلي بشكل كبير خلاص استعاد محمود متولي، علي معلول هيكون متواجد، ديانج، كل لعيبه دي هتكون متواجده، اللي تاكد غيابه خلاص هو محمد عبد المنعم للاصابه. لكن الناحيه الثانيه في القلعه البيضاء الزمالك بيعاني من غيابات عديده جدا، خلاص محمود علاء ايقاف، برضه في بعض الاصابات طارق حامد. طارق حامد كده كده بقى له فتره غايب لان هو متواجد في اسبانيا للعلاج للتاهيل، وهيرجع بكره او بعد بكره على الاكثر يعني من اسبانيا، لكن بنسبه كبيره خلاص هو يعني مش المباراه دي بس، هو يعني ثلاث اربع مباريات جايين لان هيرجع يستكمل برنامجه التاهيلي هنا في القاهره. الغيابات في نادي الزمالك هي محمد ابو جبل بنسبه كبيره هيكون خارج المباراه لانه جاي من معسكر المنتخب الوطني بيعاني من اصابه بشد في العضله الضمه، هيكون بيعوض غيابه محمد عواد اللي قريب جدا من المشاركه كاساسي، يعني حتى لو انضم محمد ابو جبل للقائمه بكره مش هيكون بادئ المباراه. من الناحيه الثانيه خط الدفاع في الزمالك بيعاني من غيابات عديده، محمد عبد الغني كان تعرض لاصابه في مباراه الكاس امام الداخليه، لكن اللاعب هيشارك رغم ان هو لم يكتمل شفائه ورغم الاصابه اللي بيعاني منها. هو عقد الجهاز الفني عقد مع اللاعب جلس وقال له فكره المشاركه هي بتاعتك، فاللاعب قال لهم لا انا خلاص هشارك وهتحامل على نفسي واشارك. الونش بيعاني من شد في الضمه لكن برضه هيشارك، وده اللي هيمثل احمد فتوح غياب لاحمد فتوح. بنسبه كبيره خلاص هو احمد فتوح كان بيعاني من كورونا وكان تعرض. برايك مين يكون مكان احمد فتوح؟ خلاص هو ممكن يكون عبد الشافي، لكن لو مستر فريرا المدير الفني النادي الزمالك هيفكر ان هو يلعب في ثلاث لعيبه في الخط الخلفي، هيدخل عبد الشافي مع الثنائي في الخط الخلفي عبد الغني والونش، هيكون الباك ليفت عبد الله جمعه، لكن لو هيكون حسام عبد المجيد هو اللاعب الثالث هيكون عبد الشافي هو اللي بيعوض غياب احمد فتوح. فكره الظهير الايمن لسه ما اتحددتش مين اللي ممكن يكون متواجد، لان الزمالك بيعاني من اصابه الثنائي حازم امام وحمزه المسلوسي، قد يستعيد حمزه المسلوسي في تلك المباراه، لكن الجهاز الفني لم يقف على اللاعب اللي هيشارك كظهير ايمن. بخط الوسط خط الهجوم ما فيش اي خلاف، في النادي الاهلي لو نتكلم استعاده كبيره لكل اللاعبين الدوليين خلاص، حمدي فتحي تاكدت جاهزيته، ديانج كمان هيكون موجود. الجهاز الفني بقياده المدير الفني المؤقت كابتن سامي قمصان هيستعيد. بذكر كابتن سامي قمصان، اللي حصل قدام ايسترن كومني حضرتك شايف انه ده ممكن يوضح طريقه لعبه لفيريرا؟ هل لو احنا في حاله فوز النادي الاهلي هل ممكن يكون في استمرار لسامي قمصان لبقيه الموسم؟ لا، فكره استمرار كابتن سامي قمصان لنهايه الموسم غير مطروحه خالص على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي، خاصه ان النادي الاهلي نقدر نقول استقر على القائمه المختصره للمديرين الفنيين المرشحين، بنتكلم على البرتغالي روي فيتوريا، بنتكلم على
يعني بريرا المدرب السابق لنادي الفتح السعودي، رودي جارسيا، الثلاثه دول هم القائمه المختصره اللي النادي الاهلي دلوقتي هيختار منها المدير الفني اللي هيتولى المهمه. فكره استمرار كابتن سيد القمصان حتى لو حقق الفوز على نادي الزمالك غير مطروحه تماما. كابتن سيد القمصان هيكون موجود مع المدير الفني الاجنبي كمدرب عام. من كلام حضرتك كده، لا هو الكابتن سامي قمصان ما نقدرش نقول انه دلوقتي طريقه لعبه معروف لنادي الزمالك ومستر بريرا، خاصه ان الماتشين اللي فاتوا كان غايب عدد كبير من اللعيبه الدوليين. فده اول ماتش باللعيبه الدوليين مع الكابتن سامي قمصان، هيقدر ان هو كمان يبقى عنده لعيبه يقدر يغير مراكزها. هنشوف رامي ربيعه ممكن يستمر، هيدخل جنبه ياسر ابراهيم، معلول راجع، هاني هيرجع تاني باك رايت بعد ما كان بيلعب في كاسير دباك جنب رامي ربيعه. خط النص هيتغير تماما بتواجد السوليه وحمدي فتحي وديانج، فيعني الخطه هتكون مختلفه تماما عن الماتشين اللي فاتوا للنادي الاهلي، سواء مباراه الكاس اللي واجه فيها المصري بالسلوك او المباراه الاخرى اللي كانت بالدوري مباراه استر كمان. هي اكيد مباراه صعبه لكن مباراه هامه جدا للفريقين، نظرا لان الارقام قريبه جدا او الترتيب قريب جدا في المنافسه مشتعله على صدارة الدوري. بنتكلم ان فرق النقط بين الزمالك والاهلي 4 نقط لصالح الزمالك مع وجود 3 مباريات مؤجله لسه للنادي الاهلي. طيب هل في حديث عن مكافآت خاصه مثلا في مجلس اداره نادي الزمالك في حاله الفوز؟ هو النهارده كان في جلسه عقدها رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين، بلغهم فيها ان تم صرف كل المستحقات المتاخره مبلغ 25 مليون جنيه لكافه اللاعبين. يعني نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك بيحاول يحفز اللعيبه، لان زي ما قلت لحضرتك المباراه هامه جدا في الزمالك يحافظ على صدارته لجدول الترتيب، ويحاول ان هو يقلل فرق النقط مع النادي الاهلي. الناحيه الثانيه برضه النادي الاهلي هيكون في جلسه من كابتن محمود الخطيب مع لعيب النادي الاهلي، يعني اللي حثهم على ان هم يقدموا مباراه كبيره جدا ويقدروا ان هم يحققوا الفوز على نادي الزمالك، لان طبعا هي مباراه اعتقد هتحدد وهتحسم بشكل كبير جدا شكل المنافسه على بطوله الدوري. طيب انت متفائل بالاداء في الماتش اللي جاي بعد الاداء اللي يمكن يعني خلينا كلنا ما نتبسطش الفترة اللي فاتت، متفائل ان احنا نشوف كورة حلوة ولعب حلو في الماتش اللي جاي يوم الأحد؟ اعتقد ان احنا نشوف مباراة كبيرة من الفريقين، لان كل فريق اللعيبة نفسهم عندهم حافز، سواء هنا او هنا، لما اتكلم مع اللعيبة هنا او اللعيبة هنا، هما الفريقين عندهم حافز ان هم يحققوا الفوز، لان دايما هي مباراة القمة بتمثل بطولة خاصة. يعني شفنا مباراة الدور الأول اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 5-3، فكانت مباراة بمثابة بطولة، ان انت كمان في مباراة القمة تقدر تسجل العدد الكبير ده من الأهداف. هي حافز للفريقين ان لعيبة النادي الأهلي عايزين يحققوا الفوز عشان يبقوا قدروا ان هم يفوزوا بالقمه في الدور الاول وفي الدور الثاني، وفي نفس الوقت لعيبه نادي الزمالك شايفين ان هي ثأر او رد اعتبار بعد الخساره في الدور الاول. فاتوقع ان هي هتكون مباراه مليئه بالاهداف، هتكون مباراه مثيره، لان الفريقين حابين ان هم يحققوا الفوز، وحابين كمان ان هم يكون مباراه القمه دي مفتاح الفوز ببطوله الدوري. طيب احمد، كمان بتشوف ازاي متابعه الناس بره مصر للماتشات بين الاهلي والزمالك؟ لا، هي دايما مباراة القمة والديربي يعني بين الاهلي والزمالك، يعني مش بس في البلدان العربية او في الوطن العربي، لا احنا في البلاد الافريقية كمان بنشوف جماهير كبيرة بتشجع الزمالك، بنشوف جماهير كتير جدا بيشجعوا النادي الاهلي. فهي مباراة دايما مش بس في مصر لا، ولا في الوطن العربي، كمان في البلاد الافريقية بتحظى بنسبة متابعة كبيرة جدا. واحنا شفنا كمان ان السوبر سواء الموسم الماضي او الموسم الحالي هيكون في دوله الامارات، بنشوف كمان مش الجاليات المصريه هناك بس اللي بيتابعوه، لا ده من كل البلاد ومن كل الجنسيات بيحاولوا هم كمان يكونوا موجودين في الملعب لمشاهده مباراه زي ديت لما بتقام في دوله الامارات. صحيح، الناقد الرياضي احمد الهواري، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.